السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم مجموعه من الطرق كيفاش نحافظوا على الخبز ديالنا في الحياه الافتراضي. كما كنستعملوا الافتراضي بزاف في مجموعه من الاشياء، خاصه نحافظوا على الخصوصيه ديالنا باش ما يطمش مجموعه من المشاكل كابتزازات ومجموعه والسرقه. غادي نوريكم كيفاش تحافظوا على في الفيسبوك وفي البريد الالكتروني ديالكم، على الهواتف الذكيه ديالكم والبطاقه الائتمانيه. بالنسبه للفيسبوك كتمشيو لهذا الرابط، تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. هنا يمكن لك تختار شكون اللي يقدر يشوف شنو داكشي اللي كتحط، شكون اللي يقدر يراسلك، شكون اللي يقدر يقلب عليك ويلقاك. هنا بلاصة بيبليك كتردها بوغ لي زامي ولا مهمكمو اللي بغيتي نتاعك. المهم هنا في هاد لاباج هنا فين كتحمل الخصوصية ديالك في فيسبوك، كتعزل داكشي اللي بغيتي. بالنسبة للجيمال ديالكم كتمشيو هاد الرابط اللي أسفل الفيديو، كتخرج لكم هاد الصفحة هادي، كتكليكيو على دماغي. من هنا كتدخلوا الايميل والمود باس كونيكسيون، وهنا كتختاروا كيفاش بغيتوا تحصلوا على الكود. المهم هنا غادي دير النمرة ديالك، وهنا كتختاروا واش بغيتو يعيطوا لك ولا يصيفطوا لك اس ام اس. مرة كتبارك على اس اي. دابا انا غادي ندير رقم الهاتف ديالي، كنضغطوا على اس اي. كنتسنى نوصل واحد الكود للهاتف، مورا كندخلو كنكليكيو على سويو، كنكليكيو على اكتيفي. كيما كتشوفو فعلنا الخاصية، ودابا راه محمي، حمينا الخصوصية ديالنا على الجمال ديالنا. بس كيما كنديرو هاد الطريقة هاديك كيصعب بزاف اختراق البطاقة الائتمانية. كيما كتشوفو الحماية ديالها خاصة بابي الومنيوم بحال هكا، وكتغلف هادي هكا ما كيخرجوش كاع الاشعاعات المعلومات ديالها. مثلا هكا تغلفها بحال هكا، شو اللي مغلفها كتقطعها وتغلفها. حيت اذا كانت مثلا هكا لاكارت، وكاينه واحد الاله هي قليله في المغرب ما كاينش بزاف، مثلا كان صحاب في الترام ولا في الطوبيس، يمكن مثلا هالاكارت ديالك كتلصق بهذيك الاله بحال هكا، غير تقرب ليها كتاخذ كاع المعلومات ديالها، ويمكن يشري بها هاد الشخص هذا اللي بغا، كتولي بحال لاكارت ديالو. هذه واحد الطريقه باش تحمي راسك هي بابي الومنيوم، كي كيخرجوا دوك الاشعاعات يخرجوا باش يخرجوا دوك المعلومات، شو يقدر ياخذ واحد اخر يدير بهم اللي بغا. بقى لنا دابا حاجه وحده ديال الهاتف النقال. بالنسبه للهاتف النقال باش تحمي الخصوصيه ديالك فيه، ما تنصاليش لي زابليكاسيون اللي ما كاينينش في السطور، حيت كاين لي زابليكاسيون كاينه في بلاي ستور المتجر ديال جوجل، وكاينين اللي ما كاينينش في السطور كتكون انصاليهم. مثلا بزاف ديال تفرج في الفوت ولا شي لعبه بحال هكا، هادوك يمكن يكونوش مراقبين، تيكونو فيهم شي برامج دارة ديال التجسس. يمكن لك مثلا هو مثلا التليفون ديالك طافي بحال هكا، ويمكن هو داك الشخص متحكم في الهاتف ديالك وكيصورك، ولا تيعرف شنو كدير، داكشي كامل اللي كديرو كيبان عنده هو. باش نتفاداو ما تنصايش الابليكاسيون خارجه من السطور، وبهذا كتكون تفاديتي التجسس وتفاديتي الخصوصيه ديالك، وما كتكونش عند كلشي وما كتعرفش عند كلشي. بهذا كتكون سهلة الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش لايك سبسكرايب الى عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع الناس باش يستافدوا. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. سلام.